بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء من كلية تقنيات الطاقة شخرة، القسم العام الفصل الأول المادة اللغة العربية، بعون الله وتوفيقه نلتقي اليوم لتكملة المحاضرة الرابعة التي هي بعنوان النكرة والمعرفة. عرفنا في الدروس السابقة أن أنواع المعارف سبعة، شرحنا منها في الدروس السابقة النوع الأول اللي هو الضمير، النوع الثاني العلم، النوع الثالث أسماء الإشارة. اليوم حنكمل اليوم الدرس ونأخذ ونشرح النوع الرابع من أنواع المعارف وهي الأسماء الموصولة. أسماء الموصولة. الأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين، أسماء خاصة وأسماء مشتركة. الأسماء الموصولة أسماء خاصة وأسماء مشتركة. إيش هي الأسماء الخاصة؟ الأسماء الخاصة هي وضعت لمعنى واحد لا تتجاوزه. أسماء خاصة وضعت لمعنى واحد لا تتجاوزه. أما الأسماء المشتركة هي ألفاظ وضعت لتدل على المفرد والمثنى والجمع. ناتي للأسماء الخاصة. الأسماء الخاصة هذه تم دراستها في المرحلة الإعدادية، أسماء الموصولة تعرفوها من قبل. ناتي للأسماء الخاصة واستعمالاتها. أسماء خاصة هي أسماء وضعت لمعنى واحد لا تتجاوزه، اللي هي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي أو اللائي أو اللواتي. استعمالات هذه الأسماء الخاصة، الذي تستعمل للمفرد المذكر، التي تستعمل للمفرد المؤنث، اللذان تستعمل للمثنى المذكر، اللتان تستعمل للمثنى المؤنث، الذين تستعمل لجمع الذكور، اللاتي أو اللائي أو اللواتي، هذه الأسماء الثلاثة تستعمل للجمع المؤنث. الأسماء الخاصة قلنا هي الذي للمفرد المذكر. مثال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالذي هنا اللي هو يعايد على الجلال الله سبحانه وتعالى، مفرد مذكر. التي تستعمل للمفرد المؤنث، مثال نقول: كوفئت البنت التي نجحت. فالبنت هنا مفرد ومؤنث، تستعمل لها الاسم التي. اللذان تستعمل للمثنى المذكر، مثال: رجع اللذان سافرا بالأمس. اللذان هنا اثنان ومذكر. هنا اللتان المثنى المؤنث، مثال: رجعت البنتان اللتان سافرتا بالأمس. فالبنتان هنا مثنى ومؤنث، فنستعمل لها اللتان، رجعت البنتان اللتان سافرتا بالأمس. الذين تستعمل لجمع الذكور، مثال نقول: رأيت الذين شاركوا في الامتحان. طلب ذكور، رأيت الذين شاركوا في الامتحان. عندنا الأسماء الثلاث: اللاتي أو اللائي أو اللواتي، هذه كلها تستعمل لجمع الإناث. نقول اللائي أو نقول اللاتي أو نقول اللواتي: كتبنا المقال طالبات في الكلية. اللواتي قول اللائي أو قول اللاتي أو قول اللواتي: كتبنا المقال طالبات في الكلية. فهنا الطالبات جمع إناث، ونستعمل لها الأسماء الثلاثة: اللاتي أو اللائي أو اللواتي. إذا الآن عرفنا النوع الرابع من أنواع المعارف، الأسماء الموصولة واستعمالاتها.
الأسماء الموصولة هي أسماء خاصة وضعت لمعنى واحد لا تتجاوزه. يعني كل اسم من هذه الأسماء خاص بمعنى واحد، الذي للمفرد المذكر، الذي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللاتي أو اللائي أو اللواتي تستعمل لجمع الإناث. هذه أسماء موصولة خاصة وهي معارف، وهي معارف. عندما نجد بيت من الشعر أو آية قرآنية أو مقال طلب مني أن نستخرج منه معرفة، إذا وجدت أحد هذه الأسماء يقول هذا معرفة. نوع من أنواع المعارف اسم موصول، نوع من أنواع المعارف اسم موصول. هذه الأسماء الموصولة لابد لها صلة تعود على الاسم، سموها صلة الموصول، سموها صلة الموصول. هذه الأسماء الموصولة لابد لها من صلة تعود على الاسم يسموها صلة الموصول. لكل اسم موصول صلة، لكل اسم موصول من هذه الأسماء صلة توضحه وتبين مدلوله، وتبين مدلوله، وتكون هذه الصلة إما جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة. شبه جملة يعني إضافة إلى جار ومجرور. قلنا كل اسم موصول لابد له من صلة توضحه وتبين مدلوله، هذه الصلة اسمها صلة الموصول. يعني كل اسم موصول له صلة، هذه الصلة توضحه وتبين مدلوله، وهذه الصلة هي تكون جملة فعلية أو تكون جملة اسمية أو تكون شبه جملة. شبه جملة يعني الظرف يا جار ومجرور. ناخذ أمثلة على مثال جملة فعلية، مثال جملة فعلية. شوف صلة الموصول هنا في جملة فعلية. نزل الضيف الذي زار ليبيا في الفندق الكبير. وين الاسم الموصول هنا؟ الذي. نزل الضيف الذي زار ليبيا في الفندق الكبير. أين الاسم الموصول هنا؟ الذي. وين صلة الموصول؟ الذي زار هو. هو الذي زار ليبيا. زار هنا الجملة الفعلية، زار ليبيا هي صلة الموصول جملة فعلية. جملة اسمية، جاء الذي أخوه فائز في المهرجان الرياضي. وين الاسم الموصول؟ الذي. وين صلة الموصول؟ أنا صلة الموصول جملة اسمية لأخوه فائز، جاء الذي أخوه فائز. أنا فيها ضمير عائد على اسم الموصول، أنا زار هو ضمير عائد على الاسم الموصول. مثال شبه الجملة، تصدق من المال الذي عندك. تصدق من المال الذي عندك. وين اسم الموصول؟ الذي. وين صلة الموصول؟ هنا الكاف، هنا الضمير، لا عفوا، هنا عندك ظرف، عندك ظرف. فهنا الظرف هنا يسموه هنا في صلة الموصول عائدة على الاسم الموصول. صافحت الذي في المجلس. وين الاسم الموصول هنا؟ الذي. اسم الموصول الذي. وين صلة الموصول في المجلس؟ الذي في المجلس. فهذه صلة الموصول أنا جار ومجرور، أنا ظرف وأنا جار ومجرور. إذن لكل اسم موصول صلة توضح وتبين مدلوله، وهذه الصلة تكون جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة. ولا شبه جملة يا ظرف يا جار ومجرور. هنا الجملة فعلية مثل نزل الضيف الذي زار ليبيا، فأنا صلة الموصول في الجملة الفعلية مبدوء فعل زار عمار. أخوه أنا الاسم الموصول الذي، أخوه جملة اسمية وهنا في الضمير عائد على الذي. كذلك هنا ظرف اللي هو عندك، الذي عندك الاسم الموصول الذي، وعندك أنا الظرف صلة الموصول. الذي صفحت الذي في المجلس، الذي اسم الموصول في المجلس جار ومجرور، في اسم في حرف جار والمجلس اسم مجرور، فهنا الجار والمجرور هو صلة الموصول. إذا عرفنا الآن النوع الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، عرفنا أن الأسماء الموصولة أسماء خاصة وأسماء مشتركة. الآن وضحنا الأسماء الخاصة والأسماء الخاصة واستعمالاتها. نأتي إلى القسم الثاني من الأسماء الموصولة، بما الأسماء الموصولة تنقسم إلى أسماء خاصة وأسماء مشتركة. إيش الأسماء المشتركة؟ الأسماء الموصولة المشتركة، الأسماء الموصولة المشتركة. هي تعريفها هي الفاظ وضعت لتدل على المفرد والمثنى والجمع. الفاظ وضعت لتدل، تدل على المفرد وتدل على المثنى والجمع بنوعين، يعني المفرد المذكر والمفرد المؤنث، مثنى المذكر ومثنى المؤنث، جمع الذكور وجمع الإناث. يعني هذه الفاظ وضعت لتدل على المفرد والمثنى والجمع من غير تغيير في لفظها، وتتحد دلالاتها بصلاتها. وهي عندنا هنا
الأسماء الخاصة اسمين، من وما. من وما، من فتحة الميم نون سكون على سكون، من. أسماء المشتركة اللي هي اثنين، من للعاقل اسمها اسم موصول للعاقل، وما اسم موصول لغير العاقل. من اسم موصول للعاقل وما اسم موصول لغير العاقل. قلنا هذه تستعمل للمفرد والمثنى والجمع بنوعه، يعني المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع الذكور وجمع الإناث. فإذا كانت اسم أنا عاقل نستعمل من، إذا كان اسم غير عاقل نستعمل ما. مثال على ذلك للعاقل، مثال أكرمت من نجح، من نجح، فهنا نجح طبعا عاقل وهو مفرد فنستعمل من. اثنين عاقل، اثنين قل من نجح، من نجحتا، مثنى مذكر مثنى مؤنث مثنى جمع ذكور. أكرمت من نجحوا، أكرمت من نجحن، من نجحن. إذا هنا إذا كان العاقل نستعمل من وغير العاقل نستعمل ما. نأتي على استعمال ما لغير العاقل، اسم موصول لغير العاقل اللي هي للمفرد والمثنى والجمع بمعيه. مثال يقول أعجبني ما طار، طار طار طير غير عاقل. أعجبني ما طار، اثنين. أعجبني ما طاروا، جمع. إذا هنا هذه الأسماء الخاصة هي أسماء من وما، من تستعمل للعاقل وما لغير العاقل. إذا وجدت في بيت شعر ولا في آية قرآنية ولا في قطعة من قال استخرج منها معرفة، وجدت من نقول هذه اسم موصول، وجدت ما نقول اسم موصول، أو نقول أنا من اسم موصول للعاقل وما اسم موصول لغير العاقل وهي معارف، وهي معارف. إذا هذا هو النوع الرابع من أنواع المعارف للأسماء الموصولة. عرفنا الأسماء الخاصة والأسماء المشتركة واستعمال الخاصة واستعمالاتها وصلة الموصول لكل اسم موصول. هذا بالنسبة للنوع الرابع من أنواع المعارف وهي الأسماء الموصولة.